مواجهة مرتقبة منتظرة قمة كبيرة، كل شيء أصبح جاهز من أجل مباراة ممتعة هذا اليوم. أي أجواء في مباراة اليوم، أي حضور جماهيري كبير. نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة، بالذات أنه الطقس اليوم رائع والسماء صافية، كل شيء أصبح جاهز. جو كورة يا جماعة ومباراة منتظرة يا جماعة، أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. وركلة البداية، كوندوك بياب، كاراسكو، كوكي يبحث عن المهاجم، مرت الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يمر يلعب كرة بينية، الكرة ملعوبة من مسافة بينية إلى سواريز، ضغط قوي وينجح في استعادتها، ماركو رويس، مونيير، براندت، كرة طويلة للأمام، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، قرار الحكم في وجود خطأ خارج منطقة الجزاء، الإعاقة كانت خارج المنطقة في رأي الحكم. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر، ماركو رويس، براندت، ماركو رويس، مونيير، براندت، كرة من جهة اليمين، يلعب كرة رأسية مذهلة في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. كرة طولية إلى الأمام، تغيير لاعب على الأجناب، ها هو ينطلق، غيريرو، غيريرو يلعب هذه ضربة رأسية، تريبيير في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح، لعبة عرضية إلى داخل الثمنتاش، كرة طولية إلى الأمام، إمكانية مرتدة الآن، كوريا عدت الكرة
فاتت ومرت وصلت إليه. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. الكثير من التمريرات في وسط الملعب بدون أي محاولة خطيرة، بدون قدرة على الاستفادة من هذه السيطرة. كاراسكو، تحرك بقوة هائلة. كاراسكو يحاول أن يسدد الكرة من هنا، لم ينجح في تحويلها داخل مرمى. ماتس هوملز يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. لمسة بينية. كاراسكو يلعب كرة بينية، يبحث عن زميله، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. ماركو رويس، جيريرو، منيب، كوريا، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. كوندوبيا، كرة ملعوبة. لويس سواريز، يا له من تصدي من حارس المرمى. سواريز قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من لعبة جميلة تسديدة أجمل. بإمكانه إبعاد الكرة. يبعد الكرة عن المرمى. تريبيير يلعبها لمنطقة الخطر. كوكي، اختراق جميل على اعتاب كوكي. تصدي رائع جدا من الحارس، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. كوندوبيا، كوريا، كوريا، ليس في هذه المرة. الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. تلعب الكرة إلى الأمام. رمية جانبية إذن. مرت الكرة بشكل جميل. كوريا، لويس سواريز، براندت، جيريرو، ماركو رويس، وينجح في استعادة الكرة سريعا. منيب، منيب يلعب كرة للجانب الأيمن. براندت،
مونير يلعبها على اليمين. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. براندت والتسديد. الحارس اللي تعرض لاختبار حقيقي بعد هذه الكرة يدرك جيدا انه بيسعى ان يهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الاخير فشل. ماركو رويس يبحث عن لاعب في المنطقة الامامية. مونيب يلعبها للجانب. يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد شوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. يسدد الكرة. تريبيير، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبها إلى الحارس. ماتس هوميلز. مونيب. ماركو رويس. كرة إلى الأمام، وصلت تسديدة في اتجاه المرمى. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. هازارد، يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. يلعبها طويلة. براندت. الله، ماركو رويس. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. كرة رأسية خطيرة. تصدي غير عادي من حارس المرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يبحث عن المهاجم. ماركو رويس. كاراسكو. كوندوك بياب. كاراسكو. كوريا يلعبها ببراعة. الكرة إلى خارج المرمى. كرة طولية إلى الأمام.
جيريرو، ماركو رويس. ها هي التسديده، الكره الخطيره. الحارس مره اخرى ينقذ فريقه من كره خطيره. ابداع كبير من حارس المرمى في مباراه اليوم. لاحظ معي ردود افعاله، لاحظ معي تحركاته، تالقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يتدخل لينهي الهجمه قبل ان تشكل خطرا على فريقه. ماركو رويس يحاول تمريرها من بين المدافعين، وكره ملعوبه الى الامام بسرعه. لويس سواريز، تريبيير، لويس سواريز، اللاعب كاراسكو. والآن عملية التغيير. كوكي خلص الكرة، تسديدة من أول لمسة. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. كوريا، كوكيب، وهذه رمية جانبية. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. كوندوبيا، فرصة خطيرة. ماركو رويس يلعب كرة على اليسار. برانديت أفقد الخصم التركيز، التوازن. هجمة مرتدة الآن، تمريرة قوية أكثر من اللازم. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. والعرضية، ماركو رويس فيتسل، براندت، براندت. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طويلة للأمام. كاراسكو، كرة ممتازة. كوريا، كرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير بعد. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. ماتس هوميلز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. تمريرة، تسديدة، تحرك جميل لكن التسديدة لم تكن بالدقة المطلوبة. تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. كوكي يرسل كرة إلى الأمام، بينية تمر. براندت، دورتموند يسعون لخطف هدف الفوز قبل نهاية المباراة. براندت،
يحصل عليها كوندوجبيا. سواريز، كوكي، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. جيريرو، كرة طويلة للأمام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كاراسكو، عليهم نقل الكرة السريعة في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. كاراسكو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، كرة اجتازت الخط حولت إلى رمي التماس. براندت، بيترينا، كاراسكو، كوريا، غيريرو، يوبا. انطلق صافرة النهاية. إذن لا يوجد فريق فائز. خيار الأخير، الحل الأخير، ركلات الترجيح. رغم أنها 0-0، أظننا استمتعنا بهذه المباراة. أداء كان عالي من الطرفين. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. كاراسكو سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى. لاعب تسديدة قوية وجميلة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بدا لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. الآن يتقدم اللاعب الثاني، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. ثاني اللاعبين المسددين. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملاء يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. الفريق يضاعف في الفارق الآن. الدور الآن على ثالث اللاعبين. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. الآن الدور على اللاعب الرابع. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. كرة التعادل الآن، نتيجة 3-3. ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. دورتموند، لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. دورتموند، لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. أنهت هذه الركلة المباراة مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز. ما عندنا حل آخر إلا ركلات الترجيح. لا توجد إثارة مثل إثارة ركلات الترجيح. بالتأكيد فإنهم في غاية السعادة على الفوز من أصعب مرحلة في المباراة. إلى لقاء آخر سيداتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات القادمة. مع خالص التحية والتقدير مني محدثكم فادي العتيبي.